سعيد من قبل ما يبدأ رمضان بديت ملل من الدوام رغم أن ساعات الدوام أقل، بس شو رأيك يا سعيد أن الصيام مفيد لأدائك في العمل؟ إحدى الدراسات في منطقة الشرق الأوسط أشارت أن 59% من أصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة يعانون من زيادة معدل تغيب الموظفين في شهر رمضان، و76% يشكون من انخفاض إنتاجية الموظفين. وصحيح أسلوب حياتنا في رمضان يتغير، لكن ضعف أدائك في العمل يا سعيد مو بسببه الصيام، إنما السهر وقلة النوم والأكل الغير صحي. الصيام الصحيح مع أكل صحي متوازن يزيد معدل الإيض أو الميتابوليزم في الجسم، مما يعيد الحيوية والنشاط للجسم ويرفع نسبة التركيز. وبما أن وجبة السحور تمدك بالطاقة قبل بداية الدوام، فلازم تحتوي على أغذية غنية بالبروتين مثل البيض، الحليب، الجبن، والفول، والكربوهيدرات المعقدة مثل الموجودة بالحبوب الكاملة لأنها بطيئة الهضم وتعطيك إحساس بالشبع. ولا تنسى الخضار الغنية بالماء. حماية أنفسنا من الجوع والتعب أثناء الدوام الرمضاني تبدأ باتباع نظام غذائي سليم من الإفطار للسحور. ومبارك عليكم الشهر، عساكم دوم صحة وسعادة.